ندوش شبنا كأني والله رايحة ومالي راجعة. أكيد رح أرجع بعد فترة وما رح طول، وإذا طولت رح أبعت لك وتجي لعندي أنت سياحة، شو رأيك؟ ومنه بتغيري جو من هي الكآبة اللي أنت فيها. ندوش حبيبي. اسمعي أنت بنت كتير منيحة، بس لا تنزعي حالك بجحشنتك وعنادك، اعتبري الحياة كأنه جيم وعم تلعبي مرحلة بعد مرحلة، هيك يعني so easy. ضلي عم تحكي معي لا تقطعيني. ايه لك احلي عني بقى، شو بدك تضلي طالعتي لي بالسحبة انت؟ بدي اعيش حياتي، تركيني منيح الأداء. ياخد العقل. بلا غلاصة اكيد ما رح اقطعك، وكل فترة رح نحكي مثل العادة. ايه يلا باي. كلها على حالي. ماشي. ليكي تركت لك مكياجاتي وبارفاناتي كلياتهم اوريجينال، يا ويلك ارجع وتكوني مالك مخلصتيهم. ها يلا باي. شكرا استاذ. شرف يا حبيب. اهلا وسهلا استاذ. شكرا. يا حبيبتي بدك تطولي بالك. سلم عمرك. برافو سمورة انه اجيتي، يعني ما رح اقعد نظر عليكي واقول لك انه الشغل بحاجتك، بس انتي كان لازم تنزلي مشان تشدي حيلك. ايه معك حق، اصلا اليوم كان عم يمرق علي سنه وانا بهالبيت الكبير لحالي. يا حبيبتي هي فتره صعبه بس بتمرق، الله يرحمه. سمورة اي شيء بتحتاجيه جنبك ومعك نحن. الله يرحمه. شو مزبوطين؟ مزبوطين. واخيرا هيت. شو رايك بهالمناسبه نطلع نتغدى؟ مع انه هي ما بيكفي عزيمه غدا، ها بدها خروف مكتف. هي لعيونك استاذ عمر.